نعم. شيخ جزاك الله خير، هل يجوز التوكل عن المرأة في رجم الجمرات وطواف الإفاضة بسبب الزحام؟ ومتى مدة جمرة العقبة؟ نعم، الزحام في الواقع أنا قلت لك إنه يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام، لكن أحيانا الإنسان ما يمكن أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم 12. في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة، لأن المرأة مهما كانت حتى لو ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع. ثم كيف نقول إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيى؟ قلبه مشوش. وفي الحديث الصحيح لا صلاة بإيش؟ بحيث الطعام، لأن القلب مشوش والرمي عبادة. فأرى أنه في اليوم 12 لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرمي، لأن شاهدنا أمرا فظيعا جدا، مرأة تتعب تعب عظيم وقوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباتها، فتحاول أن تأخذها وتدعس. في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة، فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات 12 رجلا. مسألة مية هينة. وتعرفون غشم الناس اليوم، ليس إيمان عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة، أيضا اللغات مختلفة. ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح أبعد عني أنقذني، يحسب أنك تسبه يزيد عليك. هذا صحيح إذا صار لا يعرف اللغة. نعم. العقبة إلى فجر يوم 11، إلى فجر يوم 11. فإن فاتتك، إن فاتتك يعني طلع فجر وأنت ما رميت، فمن العلماء من يقول أخرها إلى ما بعد الزوال، ومنهم من يقول ارمها ولو في الضحى لأن هذا قضاء وليس بأداء.